التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع، التواصل في أشواط صباحي هذا اليوم، في يوم الإذاع، في يوم الإبداع، في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. انطلق شوط الجعدان لإذاع المهجنات وهو الثامن في أشواط صباحي هذا اليوم على هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. انطلق الشوط وانطلقت الامال مع المشاركين مباشرة، نبحر مع المراكز الاولى، وهذا مشعل مطر بن حميد بن غدير بن دعيفس الشامسي على مقدمة الشوط، بن دعيفيس الشامسي على مقدمة الشوط في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. بينما المركز الثاني، ثاني المراكز، ياتي المقنع، ياتي في المركز الثاني حمد بن راشد بن غدير يقدم المقنع على المركز الثاني، بينما المركز الثالث، المركز الثالث القسام ياتي على ثالث المراكز في هذا الاندفاع، محمد بن سلطان المالكي يتقدم على ثالث المراكز. أما المركز الرابع، المركز الرابع ياتينا مشاهدي الأعزاء الواعي ويتقدم سالم بن عبيد بن مبارك الكتبي على رابع المراكز. المركز الخامس ياتي بهذا الاندفاع، زياش ياتي بهذه اللحظات، سعيد بن راشد بن غدير يتقدم مع زياش في هذا الاندفاع على المركز الخامس. بينما المركز السادس، سادس المراكز، بنلقى فيه في هذه اللحظات الباهي مبارك بن سعيد بالكيلة العامري المركز السابع، من وصل في هذه اللحظة، من تقدم هناك. ياتي الواعي سلطان بن سالم بن حمد لكتبي بن سليم يتقدم المركز الثامن، هذا الاتحادي سعيد بن مايد بن سعيد بن عبد الله المسافري. والمركز التاسع من وصل في هذه اللحظات، سكر عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد. والمركز العاشر، هذا لابق بن بدر، سهيل بن محمد بن عبد الله بن بدر العامري. هذا الانطلاقة وهذه النتيجة للعشر المراكز الأولى، للعشر المراكز الأولى المتقدمة. بعد العشر المراكز الشوط يحمل أسماء ويحمل شعارات كثيرة وتحديات، ترقبوا المزيد والعديد. ثامن أشواطنا في هذا الصباح، المهجنات الجعدان في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الانطلاق الأول في هذا الاندفاع. الغسام محمد بن سلطان بن سعيد المالكي يتقدم بنايف مع هذا الاندفاع في هذا الانطلاق. المركز الثاني، ثاني المراكز، مشعل مطر بن حميد بن غدير الشامسي ياتي بهذا الاندفاع على المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز، شعارك يا بالكيلة الباهي مبارك بن سعيد بالكيلة العامري يتقدم على ثالث المراكز. أما المركز الرابع فبنلقى في رابع المراكز سكر ياتي بهذا الاندفاع، عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد يقدم سكر على المركز الرابع. المركز الخامس، هذا الواعي سلطان بن سالم بن حمد بن سليم الاكتبي ياتي بهذا الاندفاع على المركز الخامس. المركز السادس من وصل فيه مشاهدي العزاء، ضافي ياتي بهذا الاندفاع، وعتيج بن سيب بن عبيد بالكديدة ياتي بهذا الانطلاق في هذا التحدي الجميل.
ويقدم لنا ضفي، ضفي اسم الصحيح في هذا الاندفاع. عموما هناك سالم بن عبيد بن مبارك كذلك الاكتبي يتقدم، وياتينا لابق سيل بن حمد، سيل بن محمد بن عبد الله بن بدر العليلي على هذا العامري على هذا الاندفاع. ولكن هناك شعار حمد بن راشد بن غدير كذلك على المركز التاسع لنكمل ندانا، والمركز العاشر هذا الاتحادي لسعيد بن مايد المسافري. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة. عودتنا مرة ثانية في هذا الاندفاع. نعود إلى المراكز الأولى على هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. المالكي محمد بن سلطان على مقدمة الشوط على المركز الأول يتقدم بشعاره، يقدم انطلاقاته هذا إلى داو القسام. القسام على مقدمة الشوط، محمد بن سلطان بن سعيد المالكي يأتي بالمركز الأول. المركز الثاني بعد القسام يتحرك في هذه اللحظات ويتقدم اللي هو الباهي، الباهي مبارك بسعيد بالكيلة العامرياتي على المركز الثاني. المركز الثالث بالرشيد كذلك يتقدم في هذه اللحظات. المركز الرابع الواعي سلطان بن سالم بن حمد الاكتبي يتقدم ب... أو هناك مشاهدي العزاء هذا هو ضفي، ضفي اللي أتى بهذه اللحظات. عتيج بن سيب بن عبيد بالكديدة على المركز الرابع، هذه الأربعة اللي انفصلوا عن البقية، هذه الأربعة يلا بنشوف اللي بيتحرك من 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 الأمتار الأخيرة. أوه يا مرحبا الصيرمي، الصيرمي سعيد بن مطر بن دحروي العامري تحرك من خلف العشر، من خلف العشر المراكز. وهذا الاتحادي سعيد بن مايد المسافري، وأيضا ياتينا في هذا الاندفاع زياش، زياش المحنك سعيد بن راشد بن غدير يقدم زياش. أعود ولكن المالكي صامد، المالكي صامد على مع القسام، مع القسام بالمركز الأول والضغط من المركز الثاني اللي هو سكر، سكر عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد. والاتحاد يتحرك، اتحرك الاتحاد. هذا هو الاتحادي، الاتحادي سعيد بن مايد بن سعيد المسافري في الامتار الاخيره بالرشيد بالرشيد بالرشيد. سلاله سكر العريقه، سلاله سكر الجميله في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد تهانينا على فوز سكر بالمركز الاول وانتزاع ناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني الاتحادي سعيد بن مايد المسافري، المركز الثالث محمد بن سلطان المالكي القسام، المركز الرابع هذا زياش سعيد بن راشد بن غدير، والمركز الخامس هذا وصل فيه مشاهدي الاعزاء ضفي، ضفي اسمه جميل، عتيج بن سيف بن عبيد بالكديدة. هذه النتيجة. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدي الأعزاء، 9 دقائق 4 ثواني وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لبن رشيد على هذا الفوز، عبيد بن علي بن عبيد بن رشيد على هذا الانطلاق. 9 دقائق 5 ثواني 5 أجزاء من الثانية اللي حل في المركز الثاني للاتحادي سعيد بن مايد المسافري، والمركز 9 دقائق 5 ثواني 7 أجزاء من الثاني محمد بن سلطان المالكي قدم القسام في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. هكذا كانت النتيجة مصحوبة بالتوقيت الزمني. تهانينا للجميع.